رفع مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أسميات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى فضله الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس الأمناء عرضا عن المذكرات التي رفعتها الأمانة العامة والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمواضيع التي بحثتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المجلس، حيث ناقش المجلس عددا من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية وتعديل مسمى برامج أخرى. كما ناقش المجلس عددا من مذكرات الأمانة العامة بشأن طلبات مؤسسات التعليم العالي الموافقة على مذكرات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية. وكلف الأمانة العامة بوضع دليل استرشادي يتضمن المعايير المتبعة لعقد مثل تلك الاتفاقيات واستضافة البرامج الأكاديمية الخارجية، وذلك من منطلق الاهتمام بمخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين، حيث يتم تطبيق ذلك على البرامج الحالية والمستقبلية. واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن الحسابات الختامية السنوية المدققة لمؤسسات التعليم العالي للعام المالي 2020، وناقش المجلس ما ورد في مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع إبرام مذكرات تفاهم بين مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين ووزارات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتراف المتبادل بمؤسسات التعليم العالي. هذا واطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي للعام 2021 مشيدا بما تحقق في هذا الشأن.